السلام عليكم. انتهى مؤتمر أبل وبدأ العالم كله يتحدث عن الآيفون اللي نزل اليومين الماضي للأسواق وراح يدخل السوق العراقي إن شاء الله يوم السبت يوم أصدقائنا مركز بوينت موبايل للي يحب يدخل ويحجز حجز مسبق. وصراع السنة وكل سنة وبنفس الكلام تقريبا، أبل غالية، الآيفون ما يستحق، والجهاز سين والجهاز صاد أفضل والمواصفات أعلى. هذا الهجوم الشرس والمستمر تجاه أبل وآيفونها الشهير. لكن إذا أردنا نفحص الآيفون بعيون صقر مراقب ومحايد راح نشوف سلسلة هائلة من الأشياء اللي نقدر نقول عليها خيبات أمل، أو في أحسن الأحوال مميزات مفقودة كان ممكن أن نضمنها أبل بهذا الجهاز. وبهذا الفيديو راح أحاول أن ألخص لكم الأهم وإلكم القرار بشكل نهائي لكل واحد منكم أصدقائي. لكن قبل ما أبدي أحب أن أقولكم في معلومة حديثة، أنه أول 24 ساعة الآيفون 12 حقق مبيعات ب 2 مليون نسخة، وهذا ضعف ما حققته أبل من مبيعات الآيفون 11 العام الماضي. مرحبا، أنا حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم وحلقة مميزة عن الآيفون اللي تم خنقه حرفيا من أبل. ظلوا وياي. طبعا أبل كررت كلمة الـ 5G أكثر من 50 مرة أثناء المؤتمر، وأخذت نص وقت المؤتمر تقريبا تتحدث عن إبداعاتها وتقدمها بهذا المجال. خلي في بالك معلومة صغيرة، حتى بالولايات المتحدة حاليا فقط 55 مدينة يعمل بها الـ 5G ومو بتغطية شاملة. راح تصعد بحسب شركة فرايزن الأمريكية إلى 80 مدينة وليس ولاية نهاية 2021. ضيف للخلطة كلها أنه الـ 5G راح يسبب استهلاك بطارية خرافي، خصوصا من اللي شفناه بالتجارب الأولية ويا الآيفون ونتائج الضعيفة للبطارية بهذا المجال. خلي في بالك مود الداتا سويتش أو محول البيانات الآلي اللي حول آيفونك للـ 4G بشكل أوتو لما هو يقرر. طبعا الآلية الدقيقة لعمل هذا التطبيق وتحكمك به مو واضحة، لكن إن كان تطبيقها صارم فأنت راح تستمتع بالآيفون 12 إذا عندك ببلدك 5G طول الوقت 4G وبعطرة من الـ 5G لما يقرر تليفونك. أما دولنا اللي ما بيها تقنية الـ 5G مثل العراق ومصر وسوريا وغيرها، فكان من المفروض أن يكون أكو آيفون 4G لدولنا بدل الـ 5G اللي ما رح نحتاجه. وأيضا رح يخدمنا أنه أبل تقلل من أسعار آيفوناتها هذه السنة بأسواقنا، لكن بسبب مشاكل الإنتاج حول العالم ألغيت هذه الفكرة بالنسبة لأبل. نرجع حسا للآيفون المخنوق أو المختنق مثل ما نقول إحنا بالعراقي، وشلون صار به هيجي. هسا راح أجيكم بالسالفة تاتي توات. طبعا المعالج بالآيفون هو A14 بايونيك تشيب، وهنا النقطة الأهم والقفزة الأكبر بالآيفون الجديد. لكن الخيبة الأكبر أيضا بعد البطارية. البطارية أجيها فدش شوية بجزء منفصل وأرجع حسا للA14 اللي جت بمعمارية 5 نانومتر كأول شريحة بهذه المعمارية، وشفنا شريحة نزلتها أبل بالآيباد إير وأدائها كان فوق الممتاز، والمفروض أنه هي نفسها موجودة بالآيفون 12. لكن ما قالتها أبل وقلت لكم عليه فيديو الآيفون 12 السابق، أنه هذا المعالج هو أقوى من أي معالج أندرويد بـ50%، وركزوا لي على هاي الـ50%، وبطاقة رسوميات الآيفون أيضا أقوى من أي بطاقة رسوميات موجودة بعالم الأندرويد بـ50%. هذا الكلام لو كان صحيح لاعتبرنا الآيفون 12 برو ماكس أقوى جهاز بالعالم حرفيا، وقلت لكم هذا الشيء بناء على بيانات أبل بالفيديو السابق. لكن اليوم ظهرت قياسات منصات الأداء الافتراضية للآيفون 12 والخيبة كانت كبيرة، ورح أبلش لكم بمنصة انتوتو اللي نشرت قياس أداء الآيباد إير بمعالج A14 والآيفون 12 بنفس المعالج. طبعا على الورق الأداء المفروض متقارب، لكن الآيباد إير حصل على 660 ألف نقطة بينما الآيفون حصل على 565 ألف نقطة، وهذا كارثة الكوارث. لأن هذا يعني أنه أبل سوت داون كلوك أو خفضت أداء الشريحة بشكل متعمد هي وبطاقة الرسوميات بالآيفون عن الآيباد. هذه جزء نتقبلها ونقول أنه الجهاز أصغر وبطاريته أقل وما رح يحتاج كل هالقوة، لكن الكارثة الحقيقية انه نتائج الايفون 12 في نفس منصة انتوتو اقل من نتائج الايفون 11 برو ماكس اللي حقق 536 الف نقطة، والفرق بين الايفون 12 والايفون 11 هو اقل من 6% حرفيا.
ومثل ما تشوفون هذه الأرقام أمامكم، وأيضا اللي أكد هذه الأرقام هو اختبارات منصة Geekbench 5 اللي حقق بها الآيفون 12 1560 نقطة تقريبا بالسنجل كور أو اختبار النواة الواحدة. أما بالأنوية المتعددة أو المالتي كور سكور حقق الآيفون 12 3880 نقطة، وهذا أكثر من الآيفون 11 بحوالي 17% فقط تحت اختبار وضغط وهمي أو تجريبي فقط. مقصدي من كل هذه الأرقام أنه الآيفون 12 لو كان يشتغل بشريحة الآي 14 حرة ما مخنوقة مثل ما أبل سوت بالآيباد إير كانت نقول ادعاءات أبل حقيقية، لكن الواقع يقول أنه الآي 13 كان أسرع بالأداء الفعلي في الحياة اليومية يوم بعد يوم بفارق ثانية أو أقل عن أي جهاز أندرويد بمعالج كوالكوم سناب دراجون 865. فإذا معالج كوالكوم سناب دراجون 875 والإكزونوس القادم اللي دا ننتظره من سامسونج من سنتين برأيي راح يكونون مقاربين للأي 14 أو احتمال يكونون أقوى إلا من مجال الرسوميات، لأن أبل اضطرت لخنق أداء الآيفون بسبب البطاريات المضحكة. ومثل ما دا أقولكم مضحكة بصراحة، هيك ساعات بطارية للجهاز بي 5G النتائج راح تكون كارثية، وهسه راح تشوفون شلون. انتو هسه عرفتوا انه شاحنة وسماعة ما عندك بالعلبة مال الايفون، وابل سولفت بالمؤتمر عن تحسن اداء البطاريات بالايفون 12 عن الايفون 11، لكن كالعادة ما ذكرت ساعات البطاريات. واليوم جبت لكم الساعات اللي راح تضحككم. الايفون ميني بسعة بطارية 2227 ملي امبير، الايفون 12 2815، وال12 برو 2775، والبرو ماكس 3690 ملي امبير. هذا اقل من الموجود بالايفون 11 بمختلف فئاته بحوالي 10% على الاقل. صح المعالج افضل باستهلاك البطارية، لكن اكو 5G استهلاك للطاقة هائل، شفنا هذا واضح بعالم الاندرويد اللي صار ال 4500 ملي امبير استندر متواضع، وكلهم حولوا لل 5000 ملي امبير لاجهزتهم اللي شغل ال 5G. ضيف للخلطة شحن سريع بعالم الاندرويد وصل لل 65 واط. وايضا الايفون ما بي تردد شاشة 120 هرتز اللي هي برأيي خيبة الامل الاكبر، وهسه جايكم بالتفاصيل. لكن قبل ما ابدي لايك وسبسكرايب وخلي نكمل الفيديو. تقنية الـ 5G لا تزال محصورة في أقل من 30 دولة حول العالم، وما تغطي حتى بهذه الدول أكثر من 10-15%. لكن أبل استعملت تردد الشاشة 120 هرتز وطلعت له اسم بالآيباد برو هو الـ Pro Motion Display. وبعد سنتين لا تزال تعتبر هذه ميزة وتفوق للآيباد برو عن منافسي. لكن بالآيفون 12 أبل اعتبرت الـ Pro Motion Display أو الـ 120 هرتز نقطة مو أساسية وما يحتاجوها اللي يستعملون الهواتف، رغم أنه لو أبل متبني هذه الحركة كان المطورين خصوصا صناع الألعاب ركض طبقوها وانتشرت، رغم أنه أغلب شركات الأندرويد بأجهزتهم حتى الرخيصة اللي جوال 300 دولار مثل الريلمي 7 برو وغيره يدعمون هذه التقنية. وإذا لهنا لما اكتفيت بخيبات الأمل فرح أسولف لكم شوية عن الشاحنة. آخر نقطة ما قالتها أبل وبصراحة هي الأكثر إزعاجاً للناس مثلي ومثلكم، أبل قالت أنه الحفاظ على البيئة هو الهدف الأساسي من إزالة رأس الشحن والسماعات من العلبة، وأنه أيضاً أغلب الناس عندها رأس شحن بالبيت. أبل تغزلت بكيبل الشحن والداتا اللي وضعتها بالعلبة وخواصة ومتانته، لكن اللي ما قالته أنه هي وضعت كيبل بطرف تايب سي والثاني لايتنينج خاص بيها، بينما كل أو أغلب الشاحنات الخاصة بالآيفونات من الأجيال الأقدم كان مدخل الشاحنة تايب أي عدا الآيفون 11. إذا أنت عندك آيفون وتشتري آيفون 12 تحتاج أن تشتري شاحنة جديدة حتى تستعمل آيفونك الجديد، وهذا راح يكلفك بين 19 و 39 دولار بحسب نوع الشاحنة تايب سي اللي تدعم 20 واط من أبل. هذه كانت ملاحظات سريعة وأهم الأخبار عن العناصر اللي ما قالتها أبل عن الايفون الجديد بمؤتمرها. انتوا اصدقائي عندكم ملاحظات تعرفوها فاتتني، شاركوني بارائكم وتعليقاتكم، واشوفكم بالفيديو الجاي. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، ونشوفكم بامان الله.